نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة حصاد القوات المسلحة للتدريبات المشتركة لعام 2021 خارج الحدود المصرية، وأكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة شاركت خلال عام 2021 في تدريب زايد 3 بدولة الإمارات، والذي شمل تدريبا بحريا وجويا بالإضافة إلى تدريب بمشاركة القوات الخاصة. كما شاركت مصر واليونان في تدريب جوي بإحدى القواعد الجوية اليونانية، إضافة إلى المشاركة في تدريب بطليموس 2021 بدولة قبرص. كما شاركت القوات المسلحة المصرية بتدريب العقبة 6 بالأردن وتدريب نسور النيل 2 بالقاعدة الجوية بالسودان، بالإضافة للتدريب الشامل حماة النيل. كما شاركت مصر بالتدريب البحري بمشاركة 13 دولة بالمياه الإقليمية لدولة تونس بالبحر البحر المتوسط، إضافة إلى المشاركة في تدريبات طويق 2 بالسعودية وتدريبي هرقل 21 وميدوزا 11 باليونان.